تحتوي سترة النجاة على صفارة لجذب الانتباه وعلى ضوء يشتعل تلقائياً عند ملامسة ما. ستوزع سترة النجاة للرضع من قبل طاقم الطائرة. يوجد توقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك. مخارج الطوارئ موضحة بعلامة مخرج كما هو مبين على الشاشة. سيكون ممر الطوارئ مضاء لإرشادكم إلى مخارج الطوارئ. عند الهبوط الاضطراري على الماء ستستخدم زلاقات الخروج من الطائرات كقوارب. يوجد تذكر خلع الأحذية قبل استخدام الزلاقات. للاطلاع على أوجه السلامة على متن الطائرة يجب مراجعة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى سيكون طاقم الضيافة مستعدا لمساعدتكم بكل سهولة. لمساعدة طاقم الطائرة في الاستعدادات النهائية للإقلاع يجب إعادة المقعد إلى وضعه المستقيم وإبقاء الستائر مفتوحة تماما وإعادة طاولة الطعام إلى مكانها والتأكد من ربط حزام الأمان بأحكام. شكرا لانتباهكم ونأمل أن تستمتعوا برحلتكم مع الخطوط الجوية القطرية.